السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات لو لونغاج دو بروغراماسيون بايثون. غادي نكملوا التصحيح ديال التمارين اللي عطيتكم في لاسيري الاولى. غادي نكملوا بليكزيرسيس رقم 6. هاد التمرين كيقول ايكريغ ان بروغرام كي دوموند ا لوتيليزاتور دو سيزير دو زونتي ا اي بي اي كي بيرمي دي شانجي لور فالور، بمعنى انه كيطلب من المستعمل انه يدخل جوج ديال الاعداد صحيحه طبيعيه ا و بي. هاد البرنامج غادي يقوم بالتبديل ديالهم، يعني غادي يحط القيمه ديال ا في بي والقيمه ديال بي في ا. نشوفوا هاد ليكزامبل ديكزيكوسيون. هنايا الا دخلنا القيمه ديال ا هي 17 والقيمه ديال بي 5، غادي نافيشيو ان ميساج افون ليشونج وغادي نستعرضوا لي فالور ديال ا و بي، ا تساوي 17 بي تساوي 15، ومن بعد نديرو ابري ليشونج ونافيشيو لي فالور ديال ا و بي ابري ليشونج. دونك باش نخدموا هاد التمرين هذا شوفوا معايا هاد لو شيما. دونك هنايا عندي لا فالور دو ا كتساوي 17، لا فالور دو بي كتساوي 5 باغ اكزومبل. الا بغيت نبدل القيمه ديال ا نحطها في بي والقيمه ديال بي نحطها في لا فاريابل ا، شنو غادي ندير؟ غادي نخدم اون فاريابل انترميديير سي. هنايا غادي نشد القيمه ديال ا غادي نحطها في سي، وبالتالي سي غادي تولي فيها 17. من بعد غادي نشد القيمه ديال بي وغادي نحطها في ا، غادي تولي القيمه ديال ا هي 5. ومن بعد غادي نشد القيمه ديال سي غادي نحطها في بي، والقيمه ديال سي هي القيمه السابقه ديال ا هي 17، غادي نحطها في بي غتولي عندي في بي 17. وبالتالي قدرت ندير لي شونج ديال لي فالور ديال ا و بي بهذه الطريقه. هذه غادي نكتبوا هذا الشيء في ان بروغرام. دونك اول حاجه بعدا غادي ندير لا سيزي ديال لي زونتي ا و بي بلا فونكسيون انبوت، وغادي ندير لا ميم شوز بالنسبه لبي. دونك غادي ندير انبوت بي تساوي، وما ننساش ان ا و بي سون دي زونتي، دونك غادي ندير انبوت وسط من لا فونكسيون انت باش تكون لا فالور سيزي سي تان نونتي. دونك هنايا درت لا سيزي ديال ا و بي. من بعد غادي نافيشي لو ميساج افون ليشونج بلا فونكسيون برينت، وغادي نرجع للسطر وغادي نعاود ندير لا فونكسيون برينت ونافيشي لا فالور دو ا اي بي افون ليشونج. دونك غادي نكتب اون شين دو كاركتير ا تساوي، غادي ندير لها لا كونكاتيناسيون مع لا فالور دو ا مور ما نحولها لاون شين دو كاركتير بلا فونكسيون اس تي ار. من بعد غادي نزيد اون تابولاسيون وغادي نتبع ليها لو ميساج بي تساوي، ومن بعد غادي ندير لا فالور دو بي كونفيرتي اون شين دو كاركتير. تري بيان. دونك الى درت ليكزيكوسيون ودخلت القيمه ديال ا هي 17، القيمه ديال بي هي 5، كي افيشي لي افون ليشونج دو بوان كيرجع للسطر وكيكتب لي ا تساوي 17 تابولاسيون بي تساوي 5. تري بيان. دونك دابا غادي ندير العمليه ديال ليشونج. قلنا انه غادي نخدمو اون فاريابل سي غادي نحط فيها القيمه ديال ا، موراها غادي نشد القيمه ديال بي غادي نحطها في ا، غندير ا تساوي بي، اي بار لا سويت غادي ندير بي تساوي سي، بمعنى ان بي حطيت فيها القيمه ديال سي. هادو هما ثلاثه ديال المراحل اللي هضرت عليهم في هذيك لو شيما باش شرحت لكم التمرين. وموراها غادي نعاودو نافيشيو لي فالور ديال ا و بي ابخي ليشونج. دونك يسوفي اننا نكوبيو هادوك لي دو انستركسيون برينت ونبدلو لو ميساج افون ليشونج نكتبو في بلاصتو ابخي ليشونج. بالنسبه لا دوزيام فونكسيون غادي نخليوها كما هي. دونك غادي نديرو ليكزيكوسيون. دونك دخلنا القيمه ديال ا هي 17، القيمه ديال بي هي 5، غيطلع لينا لو ميساج افون ليشونج ا تساوي 17 بي تساوي 5، لو ميساج ابخي ليشونج ا تساوي 5 بي تساوي 17. يعني تمكننا اننا نقلبوا القيم ديال ا و بي. تري بيان. كاين طريقه ابسط في بايثون بلا ما نخدموا اون فاريابل انترميديير. غادي نديروا ليشونج بهذه الطريقه هذه. غادي نكتبوا ا فاصلة بي تساوي بي فاصلة ا. دونك هنايا ا حطينا فيها القيمه ديال بي و بي حطينا فيها القيمه ديال ا، وما احتاجيناش اون فاريابل انترميديير سي. الى عاودت درت ليكزيكوسيون دخلت القيمه ديال ا هي 17، القيمه ديال بي هي 5، كتعطيني لو ميم ريزولطا اللي حصلت عليه قبيله. تري بيان. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد التمرين رقم 6. اللي ما فهمش ممكن يسول في ان كومونتير ولا في لو جروب تيليجرام. ندوزو للتمرين رقم 7. التمرين رقم 7 كيقول لك écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir trois nombres A, B et C et qui permet d'effectuer la permutation suivante. F de A face à B face à C, كتعطينا B face à C face à A. بمعنى أن A غادي تولي فيها القيمة ديال B و B غتولي فيها القيمة ديال C و C غادي تولي فيها القيمة ديال A. دونك هنا كما كتشوفوا في ليكزومبل ديكزيكوسيون، إلا دخلت باغ إكزومبل أ تساوي 3 بي تساوي 5 سي تساوي 7،
غادي نبغي ان البرنامج ديالي يطلع لي هاد لو ميساج افون لا بيرموتاسيون يكتب لي لي فالور اللي دخلت ا تساوي 3 ب تساوي 5 سي تساوي 7 وغادي نديرو موراها لا بيرموتاسيون يعني غادي نقلبو شي مع شي وموراها غادي نافيشيو لو ميساج ابري لا بيرموتاسيون و لي فالور ديال ا و بي و سي مور ما درت لا بيرموتاسيون دونك هنايا طلع لي ا تساوي 5 ب تساوي 7 و سي تساوي 3 دونك باش نديرو هاد العمليه شوفوا معايا هنايا دونك القيمه ديال ا با اكزامبل هي 3 و بي 5 و سي 7 هنايا غادي نحتاج اون فاريابل انترميديير غادي نسميها اكس با اكزامبل اول عمليه غادي نديرها هو غادي نشد القيمه ديال ا وغادي نسجلها في لا فاريابل اكس باش تبقى عندي مسجله في اكس موراها نقدر نكرازي لا فالور دو ا ونحط فيها لا فالور دو بي غتولي عندي في ا 5 موراها نقدر نكرازي دابا لا فالور دو بي نحط فيها لا فالور دو سي غتولي عندي في بي 7 موراها المرحله الرابعه غادي نحط لا فالور دو اكس اللي هي لا فالور اللي كانت في ا غادي نحطها في سي وتولي عندي لا فالور دو سي هي 3 وهذا الشيء اللي كنقلب عليه دونك غادي تولي عندي ا فيها 5 ب فيها 7 و سي فيها 3 نكتبوا هذا الشيء في لونغاج بايثون دونك اول ايطاب غادي نديروها هي لا سيزي ديال لي نومبر ملي كنقولوا دي نومبر نقدروا نعتبروهم دي نومبر غيال دونك غادي نديروا ا تساوي فلوت وسط منها غادي نديروا انبوت ا تساوي غنديروا لا ميم شوز بالنسبه للبي ولا ميم شوز بالنسبة للسي دونك سو سون 3 نومبر غيال تخي بيان دونك مور ما درت لا سيزي غادي نافيشي لي فالور قبل ما ندير لا بيرموتاسيون دونك غادي نافيشي لو ميساج افون لا بيرموتاسيون بلا فونكسيون برينت موراها غادي ندير اونتي سلاش ان باش يرجعني للسطر غادي نزيد نكتب A تساوي وغادي نافيشي لا فالور دو A بيان سور غادي ندير str بين قوسين A حيت A سي ان نومبر ميمكنش ندير له لا كونكاتيناسيون مع دي شين دو كاركتير دونك حولتو لون شين دو كاركتير بلا فونكسيون str موراها غادي ندير اونتي سلاش T ونكتب B تساوي وغادي نزيد ليها لا فالور دو B بيان سور غادي نحولها حتى هي لون شين دو كاركتير بلا فونكسيون str وغادي ندير اونتي سلاش تي باش ندير طابيلاسيون وغادي نكتب سي تساوي وغادي نزيد عليها لا فالور دو سي مور ما نحولها لون شين دو كاركتير دونك ندير ليكزيكوسيون ندخل القيمه ديال ا هي 3 القيمه ديال بي 5 القيمه ديال سي 7 دونك افيشي لي لو ميساج افون لا بيرموتاسيون و لي فالور ديال ا و بي و سي هنايا غادي نزيد ندير اون اوتر طابيلاسيون بيناتهم باش تجي لي الكتابه شويه واضحه غادي نزيد اونتي سلاش تي الى عاودت درت ليكزيكوسيون دابا داكشي كيبان واضح دونك دابا غادي ندير لا بيرموتاسيون بالطريقه اللي شفتو في التوضيح اللي درت قبل ما نبدا نخرج التمرين دونك غادي نخدم اون فاريابل اكس انترميديير غادي نحط فيها القيمه ديال ا موراها ا غادي نحط فيها القيمه ديال بي موراها بي غادي نحط فيها القيمه ديال سي موراها سي نحط فيها القيمه ديال اكس اللي هي القيمه ديال ا القديمه دونك درت العمليه ديال لا بيرموتاسيون دابا غادي نافيشي لي فالور ديال ا و بي و سي بعد لا بيرموتاسيون غنكوبي هاد لو ميساج هذا سي لو ميم ميساج اللي غادي نخدم غير هنايا في بلاصه افون غادي نكتب ابري دونك نعاود ندير ليكزيكوسيون دونك الى دخلت ا تساوي 3 بي 5 سي 7 كيعطيني افون لا بيرموتاسيون لي فالور اللي دخلت ابري لا بيرموتاسيون لي فالور جداد مور ما درت لا بيرموتاسيون نقدر ندير لا بيرموتاسيون بلا ما نخدم اون فاريابل انترميديير كما درت في التمرين اللي داز دونك هنايا غادي ندير ا فاصله بي فاصله سي تساوي بي فاصله سي فاصله ا دونك هنا ا حطيت فيها القيمه ديال بي حطيت فيها القيمه ديال سي سي حطيت فيها القيمه ديال ا بلا ما نخدم اون فاريابل انترميديير دونك الى دخلت القيمه ديال ا 3 بي 5 سي 7 كتعطيني لو ميم ريزولطا اللي حصلت عليه قبيله كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين رقم 7 اللي ما فهمش ممكن يسول في ان كومونتير نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته